أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج فكرة، ويمكن الحلقة دي هتكون مختلفة عن كل الحلقات اللي أنا صورتها في السنين اللي فاتت، لأن هي بتخص طبعا الدين، وأنا كعالمية وكلنا بنخير على ديننا. تجديد الخطاب الديني الرئيس عبد الفتاح السيسي نادى بيه، ودكتور علي جمعة، وكتير قوي اتكلموا عنه، بس للأسف هي الناس فاهمها غلط، لأن في ناس بتقول إن تجديد الخطاب الديني في ثوابت يا جماعة، يعني في تجديد إن هو الناس ما بقتش عارفة دينها وما بقتش واعية ليه، يعني فهم بيقولوا إن هم ينشروا. لا، ناس تانية جابتها إزاي إن هو يكون زي ما قلت لكم كده اللي هو إيه، تبديد وتحريف. فانا بصراحه جات لي مكالمه او معايا حد هو ان شاء الله يبقى يظهر معايا، يعني قال لي يا استاذه مروه عايز اسال كذا سؤال لشيخ واهل العلم يردوا عليه. فهو كمان صفحته على اليوتيوب اسمها الامام المبين. معانا طبعا النهارده الشيخ مصطفى حجازي، هو كان منورني في بدايه يعني مشواري الاعلاني، وانا بتفائل بيك جدا، وفعلا انت محل ثقه بالنسبه لي ان انا اسالك. بص يا شيخ مصطفى، دلوقتي الاول قبل اي حاجه وقبل اي اسئله، اتفضل، ايه موضوع تجديد الخطاب الديني اللي الناس بقت منتشره فيه ده؟ في مؤتمر اللي هو المؤتمر الدولي 24 بيقول لك للمجلس الاعلى، عاملين مؤتمر برضو عشانه للشؤون الاسلاميه. تمام، بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع الاسف هي طلعت ظاهره ان هم قالوا احنا عايزين نجدد الخطاب الديني. انا افهم الخطاب الديني ان احنا نرجع تاني بمفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: المستمسكون بسنتي عند فساد أمتي. وفي رواية تانية قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية تالتة: هم النزاع من القبائل. يبقى احنا النهاردة مأمورين بإيه؟ نرجع لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. الله سبحانه وتعالى بيقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزاعوا به، ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نرد لمين؟ لله وللرسول. نعم، احنا عندنا المشكلة النهارده المشكله ان في فئه زي ما انا بقول لك فاهمه الموضوع كده، وفئه تانية فاهمه الموضوع ان احنا نرجع تاني لديننا من اول وجديد. فالشخص اللي هو طبعا عايز يسال حضرتك ده سائل اسئله يعني هنبتدي بيها طبعا، فاتفضل كمل وبعدين نشغله. طبعا هو المشكله ان هم، انا فاهم القصه يعني عندهم ازاي، هم عايزين يقولوا ان في بعض الاحاديث من وجهه نظرهم مخالفه للقران. في ناس مش مقتنعه بتقول لك الاحاديث مش موجوده. مع الاسف. طبعا الناس دي عندهم النهارده مشكله مش معانا، لكن اولا مع القران. يعني هم لما قالوا ان القران احنا نكتفي بالقران، احنا عايزين نقول ان هم عندهم مشكله مع القران نفسه. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى لما كلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يبقى احنا النهاردة حجية السنة بإيه؟ بكلام الله، بالقرآن نفسه. فهم عندهم النهاردة مشكلة مع القرآن، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما كلمنا في القرآن قال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يبقى احنا لما يبقى الله سبحانه وتعالى يأمرنا بإطاعة مين؟ الرسول أيضا. فهنا النهاردة المشكلة ان اللي قالوه النهاردة ده من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 سنة قال حديث واحنا بنعتبره من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته، قاعد كده على جنبه، يحدث عن حديث عني عن رسول الله يعني، فيقول: يكفيكم كتاب الله، فما رأيتم فيه من حلال فأحلوه،
وما رأيتم فيه من حراما فحرموه. هو فعلا شيخ مصطفى في حد اصلا ممكن يقتنع مثلا القرآن بس الاحاديث محرفه و ما انا بقول لحضرتك دي من دلائل النبوه. هو رسول الله بيقول ده بيقول ده رسول الله بيقول ده وتفنت. فرسول الله بيقول الا وانه قد حرم الله وحرم رسول الله. والحديث ده طبعا كان في غزوه خيبر على ما اظن. ورسول الله في الغزوه دي قال ولا واني احرم عليكم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ويحرم عليكم الحمار الاهلي والمتعه. وكان ابحها 3 ايام صلى الله عليه وسلم. فالحديث ده من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنهارده يجي واحد النهارده او فئه يقولوا احنا عايزين نجدد الخطاب الديني فاحنا هناخد بالقران بس. لا، القران حمال اوجه. القران حضرتك النهارده حمال اوجه. النهارده ممكن تفهم ايات. لا، لو بنوجه الناس يعني من اول وجديد بطريقه بسيطه وكويسه لدينهم دي حاجه كويسه بنفكرهم، انما مش يعني نحرف فيه ونغيره خالص. لان دي اساسيات اصلا، دي حاجه ثابته، ده اللي انا بتكلم فيه. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم سوره المائده قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لذلك السيده عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين قالت عليكم بالمائده فما رايتم فيها من حلال فاحلوه وما رايتم فيها من حرام فحرموه فانها من اواخر ما نزل. النهارده احنا محتاجين النهارده العلاج اللي رسول الله علمنا فيه. قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يبقى انت النهارده عشان تيجي تقول يعني اكتفي بالقران بس، انت بقى في مشكله مع كتاب الله نفسه. لان ربنا قال ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طب هتودي الايه دي فين؟ هتقول النهارده هنرد الايه هنرد الحديث لانها معارضه للايه. اقول لك طيب، انت النهارده عشان تيجي تفهم القران لازم النهارده تيجي نشوف القران لاهله التفسير. في علماء اسمهم علماء التفسير، هم دول اهل التفسير. انما احنا اسمنا متعلمون، متعلمين منهم. لكن العلم ده لاهله. انت النهارده لما تيجي تقول لي عايزين نجدد الخطاب الديني، عايز بقى ترجعني لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه، ولا عايز ترجع تترك كل ده بقى؟ زي ما انا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وان كان مختلف فيه في صحته انا مع التحسين تركت فيكم ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. خلاص كده؟ يبقى انت عندك كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وحديث العرباض بن سريح لسه قايلين من شويه. في طبعا مهم ان احنا ليه بناخد فهم الصحابه؟ لان ربنا زكاهم، الله سبحانه وتعالى زكاهم. فانت النهارده عندك مشكله مع القران نفسه، لان انت ممكن تلاقي ايات في القران متشابهه ويبان ان الايات دي متعارضه تعارض لفظي ظاهري. وبعدين الفاظ زمان غير دلوقتي فبتبقى بتتجدد يعني. لا، وانت كمان النهارده القران من حيث التفسير 3 انواع. القران معلش ركزوا معايا في الامر ده. القران من ناحيه التفسير 3 اقسام. قسم يعلمه كل الناس، يعني اول ما تسمع الايه تفهمها. واقم الصلاه محتاجه مشكله؟ ما فيهاش. وفي ناس بتقول ماشي. احنا بنصلي غلط، يعني انا سمعت بصراحه مهازل قبل ما اعمل سكريبت الحلقه دي. القران من ناحيه التفسير 3 انواع. طب في اسئله يا شيخ عايزه تتسال لحضرتك يعني معينه فهناخد اتصال. ايوه، السلام عليكم. اتفضل. من فضلكم كنت عايز اسال فضيله الشيخ 4 اسئله. عاوز اعرف معاني هذه الايات اللي هي 4 ايات. الآية الأولى الآية 101 في سورة النحل، الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. الآية الثانية الآية 19 يعني من سورة الأنعام اللي هي قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن
لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الآيتين التانيين اللي هما الآية 49 و50 في سورة النحل. اتفضل. أنا كنت عايز أسأل على العلامات اللي موجودة فيهم. العلامة ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. هنا العلامة فوق ولله يسجد في علامة فوق الكلمة اللي هي خط كده. دي اللي هي آية السجود. الآية اللي بعديها يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فمن فضل حضرتك كنت عايز أسأل العلامتين دول يعني هم علامات سجود لكن ليه موجودين في المصحف أو في الكتاب المبين بهذا الشكل وليه أعلى الكلمة مش أسفل الكلمة وليه اتجاه المدنة لأعلى مش لأسفل. هو الشخص ده لأدنى الكلمة طبعا يعني. اللي هو يعني مقتنع ليه مش تحت الكلمة ممكن نكون الصلاة بنصليها غلط رد حضرتك. انا قلت لهم هجيب لك اهل العلم. طب بص انا طبعا يعني انا للأسف الشديد طبعا انا بيصعب عليا جدا لما اشوف حد بيحاول يشكك في القرآن وهو مش عارف يقراه. مع الأسف انا بيحزنني ده. ده هو عامل قناة يوتيوب بذكاء اصطناعي على فكرة وبيقروا قرآن بس طبعا بيقروا قرآن غلط عشان مش هم الأشخاص في التشكيل. أنا طبعا هو طب ممكن أكمل الفكرة وهتيجي طيب من ضمنها الرد بتاعه. طيب حضرتك مش هو هيجي الرد اللي هو عايز يقول أصل هم بيقولوا إن القرآن أحيانا يضارب السنة وإن السنة تناقض القرآن أحيانا. فهنا أنا بقول إن القرآن لما نيجي نرجع لأهل العلم في مسألة التفسير إن القرآن من حيث التفسير ثلاث أنواع. في نوع اللي هو الآيات السهلة اللي ممكن أي حد يعرفها زي ما قلنا أقيم الصلاة سهلة على أي حد. وفي آيات متشابهة لا يعلمها إلا أهل العلم فقط فبالتالي هنبقى محتاجين نسأل عليها أهل العلم. وفي آيات في القرآن غير معلومة وغير قابلة للتفسير وهي الآيات المحكمة لحد دلوقتي الآيات اللي هي المتشابهة معنى إن القرآن فيه متشابه لفظا ومتشابه معنى ومتشابه لفظا ومعنى. الآيات المتشابهة معنى ليس لها مجال للتفسير زي إيه؟ زي الحروف المقطعة صاد معناها إيه؟ ما فيهاش معنى. ألف لام را معناها إيه في القرآن؟ دي بقى من المتشابه اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. يبقى في آيات اختصها الله بنفسه. سيدنا ابن عباس قال هذا سر الله في قرآنه فلا تلتمسوا. يبقى احنا النهاردة عشان نيجي نفسر قرآن لازم نرجع الأول لأهل التفسير. مين الرسول حرف القرآن؟ استغفر الله. لما واحد يجي يقول لي كده هو في الآخر هو عايز ايه؟ هو كلامه اللي هو بيقوله لما يقول لي لما يتكلم على الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى ما يبدل آية مكان آية. طب ربنا في سورة البقرة قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى ينسخ بعض الآيات كما في السنة بعض الأحاديث نسخت صح كده ولا لأ؟ فالنهاردة هنجد كتير جدا يجي يقول لك ده في أحاديث مش موجودة ومضربة لكتاب الله. ولذلك لما سيدنا عبد الله بن مسعود لما قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتفلجة المستوشمات المغيرات المستوشمات للحسن المغيرات خلق الله أتته امرأة من بني أسد اسمها أم يعقوب بتقول له كيف تقول شيئا لم أجده في كتاب الله؟ قال إن
قرأت القرآن فقد وجدتيه. قالت والله قرأت بين دفتي فلم أجد. قال ألم تقرأي قول الله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تمام كده. فالنهاردة الأخ بيقول لك هو عايز يطوف حوالين آيات النسخ. ليه ربنا نسخ القرآن؟ هو القرآن ده ينفع يتبدل؟ هو عايز يقول كده. هو القرآن ينفع يتنسخ؟ آه، لأن مين اللي أنزله؟ مين؟ الله سبحانه وتعالى. واللي بينسخه مين؟ الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، جه بعضهم قال تعالى ده كده القرآن كان قبل كده ما كانش كامل. طبعا الكلام ده كلام غلط قبل ما يجمعوه في مصر، صح كده؟ لا، الكلام عايز يقول ان القرآن قبل هذه الآية كان القرآن كامل، لكن القصة مش كده. الله سبحانه وتعالى كان بينزل الأحكام على مراحل لتهيئة المسلمين. طب بص يا شيخ مصطفى، انا هخلي حضرتك تكمل، بس انا عايزاك تجاوبني عشان هو عايز يعمل مداخلة، اللي هي ايه 49 و50 من سورة النحل، اللي هو هو ليه عايز يقول العلامة كده او كده؟ دي علامات اتحطت وضعها اهل العلم في المسألة عشان يعرفون مكان السجود. بس ليه الآية دي فيها سجدة؟ ليه سجدنا؟ لان ربنا سبحانه وتعالى لما انزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم سجد. فعلمونا ان الآية دي في الوضع ده العلامة دي علامة سجود، ما هيش من القرآن يعني. وعايز يقول ان هي ليه ما موجودة، هي فعل بشري. ده عشان العلماء لما جم كتبوا واوردوا لنا هذا الامر قلنا هنا ده مكان سجود. اما ليه العلامه فوق او تحت ما هيش فارقه يعني، مش هي دي اللي هتغير لنا في القران يعني، مش هو ده اللي هيغير لفظ القران يعني، ما هياش من لفظ القران. دي علامه بتعرفك مكان السجود بس، ده موضع سجود. فممكن تلاقيها علامه مدوره بقى في طبعه تانية، علامه مثلثه والفوق. كلمني في القران، انت عايز تقول لي ربنا لما بدل القرآن ليه بيبدل آية مكان آية؟ ليه؟ باعتبار الحال، صح كده؟ زي تحريم الخمر كده. تحريم الخمر بدأت بإيه؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سقارى. خلاص كده؟ هو معانا دلوقتي على الخط مين؟ شو اتفضل. ازيكم يا فضيلة الشيخ؟ اتفضل. أيوة أهلا وسهلا. الأسئلة اللي أنا يعني سألت حضرتك أنا عايز أستفسر عليهم، عشان قريت في التفسير ومش فاهم بصراحة، يعني يا ريت توضح. لا، ما انا كنت بوضح لحضرتك، ما انا عارف المغزى من السؤال عشان كده بوضح لحضرتك. هو اتفضل يا فندم. لسه ما سمعش السؤال الاولاني. تمام، ما انا بوضح لحضرتك. انت النهارده لما تيجي النهارده عايز تشكك في كتاب الله، فلازم اولا اكون عارف اقرا كتاب الله. اعوذ بالله يعني اكون من الجاهلين. ازاي حضرتك بتقول انا بشكك في كتاب الله؟ اعوذ بالله. امال حضرتك عايز تتكلم على الايه اللي هي والله اعلم بما يبدل ده انت عايز بما ينزل، عايز تقول ايه؟ ممكن عايز تبديل الايه ازاي؟ ما حضرتك، ما انا بسال حضرتك، مش حضرتك تقولوا العلم يعني ولا اهل العلم تقول لي، انا بسال، انا مش عارف المعنى، انا بسال حضرتك. طيب، ما انا لسه شارح دلوقتي الايه، في آية ما ننسخ من آية او ننسيها ناتي بخير منها او مثلها. تمام يا فندم. الله سبحانه وتعالى لما بيبدل آية مكان آية، ده مش معناها ان القرآن متناقض ولا كان نازل ناقص ولا حاجة. وانا حضرتك قلت انه متناقض، ليه بتأولني يا فندم؟ لا مش بأولك، ما هو ده اللي حاصل. ما انت حضرتك عايز تسأل ايه؟ طب وضح لنا انت بتسأل على الآية ليه؟ ممكن يا فندم تفسيرها ايه؟ انا لما قريت التفسير ما فهمتش. انا ممكن اقول لحضرتك مفهومي انا يعني. اتفضل. اتفضل. ودي من عند الله، الله اعلم. اتفضل. ان القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيتكلم قرآن فقط، ان هو بيبدل الآيات دي كجمل بتطلع من فمه الشريف عليه الصلاة والسلام، ما قالش أحاديث تانية غير القرآن. وهو الشهادة هي الآية 19 من سورة الأنعام، ان هو بيشهد وبيشهد الله أمام الناس وأمام الله ان هو ما أوحي إليه هذا القرآن لينذر الناس به ومن بلغ، ما قالش أي أحاديث تانية ولا سنة ولا كلام من ده. فهل ده صحيح ولا أنا فاهم غلط ولا لا؟ إيه؟ ده اللي أنا فهمته منك. ما هو ده اللي أنا فهمته وده اللي أنا برد عليه. ما هو ده اللي أنا فهمته من حضرتك، وعشان كده أنا برد على كده. مفيش. اتفضل.
يعني الله سبحانه وتعالى لما يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هنطيعوا إمتى؟ إزاي؟ ما هو حضرتك إطاعة الرسول في إطاعة الكتاب، لأن الرسول هو نفسه الكتاب عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى لما قال سورة النحل، حضرتك كلمت في سورة النحل، استنى حضرتك بس افهمني، هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. تمام. وما كان لي أن أبدله من تلقاء نفسي، مش كده يا فندم ولا هو من تلقاء نفسي يعني بوحي. طيب ما هو لما ربنا يعني سبحانه وتعالى القرآن. طب ممكن أقول لحضرتك حاجة؟ طب اتفضل، أنا عايز أرد على اللي أنت عملته ده. القرآن بيقول للرسول عليه الصلاة والسلام يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، مع تكملة بقية الآية. يعني لو الرسول قال كلام تاني يشاقق به الله أعوذ بالله، هو ده يبقى كده شقاق يا جماعة، والرسول ما بلغش الرسالة. احنا عايزين نظرة كبيرة للموضوع ده على فكرة. استني من فضلك حضرتك يا فندم. طيب يبقى انتوا اللي بتتهموه، او يعني اللي بيقولوا انه قال احاديث خلاص بيتهموا انه هو أعوذ بالله ما بلغش الرسالة. انا طبعا فهمت ده، فهمت ده منه، ولذلك انا برد على ده. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكرى. إيه هي الذكرى هنا؟ بس يعني هو بس إيه كلمة أو حاجة، لأن إحنا أصلا للأسف وقتنا انتهى، فعايزك كده تقول إيه يعني ترد بس بكلمة. أنا عايز أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه حرم رسول الله كما حرم الله. الله سبحانه وتعالى أنزل الرسول ليكون لنا تشريع. لو حضرتك هتكتفي بكتاب الله فقط هتعرف منين أحكام الزكاة، هتعرف منين الصيام، صح كده؟ طب بلاش، هتعرف منين العيدين؟ طيب الأعياد وصلاة العيد هتعرفها إزاي؟ المواريث بأدق تفاصيلها هنعرفها إزاي؟ كل ده بقى نتناقش فيه ان شاء الله، ممكن الحلقه الجايه ان شاء الله تبقى بقى مناظره كبيره. والله انا ربنا يبارك فيكم يا رب. مبسوطة جدا بوجود حضرتك النهاردة. الله يحفظك. إلى اللقاء، أشوفكم على خير.